ايه الاخبار جماعه؟ اخيرا حد سرب لنا صوص الكاتشب بتاع هاينز. طبعا بما انه مقاطعه، الراجل المحترم ده سرب لنا طريقته بالظبط وبنفس المقادير اللي هاينز بيستخدموها. غالبا هتلاقوا عندكم في البيت. طبعا يا جماعه اكيد كاتشب هاينز من اكتر الحاجات اللي احنا مفتقدينها بسبب المقاطعه، فلو الوصفه دي طلعت بجد يعني انا بجد مش عارف اعمل ايه. اول حاجه اجيب حاجه اشتغل فيها، بعد كده هنجيب علبه صلصه. طبعا علبه الصلصه دي ماركه مصريه، دي 375 جرام هحطها كلها. بعد كده نحط عليها كوباية خل تفاح، انا هعاير بدي كده، وزيها بالظبط كوباية مية. بعد كده معلقتين بصل بودر ومعلقتين توم بودر ومعلقة شطة، ويا نقلب بقى كل الكلام ده مع بعضيه، وناخد الكلام ده كله وننزل بيه على البوتاجاز. هجيب طاسة وانزل فيها بالكاتشب. كل المجهود بقى اللي احنا هنعمله ان احنا نسيبها على النار لمدة 20 دقيقة. 20 دقيقة هيكون معانا بالظبط صوص الكاتشب بتاع هاينز. واول ما تبتدي تقلل معاك وكده هنحط عليها رشة ملح. واخر حاجة هنحطها ما يعادل كوباية عسل. ونقلبهم كويس مع بعض. وبعد ما يكون عدى 20 دقيقة بالظبط هنشيلها من على البوتاجاز. بعد كده نرجع بقى ننزله هنا تاني. واخر حاجة هسيبه لمدة 10 دقايق في التلاجة عشان يكون خلاص خد القوام بتاعه المناسب. دلوقتي طلعته من التلاجة لاني طيب يعني ما قعدتوش كتير في التلاجة لاني متحمس جدا ان انا ادوقه بصراحة، وجبت المقرمشات دي قررت ان انا هدوقه بيها عشان لو فعلا نفس بتاع هاينز. يا جماعة انتوا يعني بحلنا مشكلة كبيرة قوي، لان انا من الناس اللي هي مدمنة الكاتشب عامة، مدمن كاتشب. يعني اي اكل بحط اي اكل عليه صوص بحط عليه كاتشب. بعد دلوقتي ندوق ونقول بسم الله. بصوا الله. طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا جماعه الكاتشب ده نفس بتاع هاينز بالظبط، ويمكن احسن كمان. مش بس احسن، يعني هو انتوا هتحسوا ان انتوا بتاكلوا الكاتشب بتاع هاينز بالظبط بالظبط، يعني مش هتحسوا ان في حاجه مختلفه، ولا انتوا مثلا عاملينه في البيت، ولا هو كاتشب هاينز بالظبط. بس في حاجه من قلبي بجد عايز اقولها، استمروا في المقاطعه لان كل حاجه ولقينا ليها بديل، وعندنا في بلدنا بدايل لكل حاجه حرفيا. والكاتشب اللي انا عامله ده بالمكونات البسيطه دي وطلع بيه نفس بالظبط الكاتشب بتاع هاينز، فده اكبر دليل ان احنا مش محتاجين ولا مستنيين منتجاتهم. استمروا في المقاطعه لانها اكيد جايبه نتيجه. وما تنسوش تجربوا الكاتشب ده، اقسم بالله عالمي. اي خدمه.